السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في حل تمرينات قواعد اللغة العربية، تمرينات المثنى وإعرابه. عندنا التمرين الأول، عين المثنى في الجمل الآتية وعرفه ثم اذكر مفرده. هنا أنا راح نقول المثنى، وهنا إعرابه، هنا راح نقول مفرده. أول وحدة عندنا إن الصديق، أولا الصديقان مخلصان، فأولا هي الصديقان بما أنه نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه، هنا راح نكتب بالألف يعني مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، مفرده صديق. زين، مخلصان راح يصير خبر مرفوع بالألف، مفرد مالته مخلص. زين، نجي على ثانيا، إن الجنديين شجاعان، الجنديين ثانيا الجنديين، دائما النون مكسورة انتبهوا، هنا أنا اسم إن منصوب بالياء، وهنا أنا مفردها الجندي. شجاعان خبر إن مرفوع بالألف ومفردها شجاع. زين، ظل الطالبان ثالثا، ظل الطالبان محافظين على هدوءهما، هدوءهما الطالبان هذا اسم ظل مرفوع بالألف والمفرد مالته الطالب، محافظين خبر ظل منصوب بالياء، منصوب بالياء والمفرد مالته محافظ. زين، أربعة حقق لاعبونا هدفين، هنا فقط الرابعة فقط عندنا هدفين، مفعول به منصوب بالياء ومفردها هدف. هذا بالنسبة إلى التمرين الأول. خلينا نشوف التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول اختر كلمة من السطر الأول لتكون كلمة مع السطر الثاني في جملة مفيدة. هبطت الطيارتان. زين، العاملتان نشيطتان، العاملتان نشيطتان. زين، أمطرت السحابتان والشجرتان راح تكون مثمرتان، وهنا فاز اللاعبان. هاي بالنسبة لهذا التمرين. نجي على التمرين اللي بعده، يقول أكمل الجملة الآتية باسم مثنى مناسب. الطالبة تؤدي واجبهما بجد ونشاط، نقول الطالبتان تؤديان واجبهما بجد ونشاط. أكل الطفل تفاحة، أكل الطفلان تفاحتين. ليش؟ لأن هنا مفعول به، أقول تفاحتين. أثنى المدير على الفائز لنجاحه، أثنى المدير على الفائزين لأن اسم مجرور،
اسم مجرور، انتبهوا يعني إذا كان فاعل سووه مرفوع بالألف، وإذا كان منصوب أو مجرور خلوه منصوب بالياء. زين، سن المفردات الآتية في حالة الرفع والنصب، احنا هنا نقول المفرد المثنى رفع في حالة الرفع، يعني نقصد المثنى في حالة النصب والجر. عندي المدرسة، صير المدرستان، ناصير المدرستين، خلون ياء ونون، خلون ألف ونون. المجتهدة، المجتهدتان، المجتهدتين. المجتهدتان، الكراسة، الكراستان، والكراستين. المهندس، المهندسان، وهنا المهندسين. بينما القلم، القلمان، وهنا القلمين. هذا بالنسبة لهذا التمرين. التمرين الآخر يقول ضع جملة فعلية من المعاني التالية واستخرج المثنى وبين أعرابه. هنا نجاح المجتهدين، أقول نجح، نجح المجتهدان. شنو المثنى؟ المثنى هذا مجتهدان، مثنى المجتهدان. أعرابه فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. إكرام المدير للفائزين، أقول كرم المدير الفائزين، إكرام المدير للفائزين في السباق، كرم المدير الفائزين، الفائزين. شو أقول؟ هذا شنو مكانه؟ مفعول به منصوب بالياء. زين، رسم أحمد منظرين جميلين، أقول رسم أحمد منظرين جميلين. المثنى هذا وهذا، اثنين هذا يعرف مفعول به
منصوب بالياء، وهذا يعرب صفة أو نعت منصوب بالياء. يقول ضع جملة مفيدة من المعاني التالية: أولا الكتابان جديدان، أكد الجملة بأن، أقول أن الكتابين، لأن تنصب الأول وترفع الثاني، جديدان. الجملة الثانية: الوردتان متفتحتان، أدخل عليها توقيف الصباح. بما أنه مثنى أقول أصبحت، من أن مؤنث العفو، أصبحت الوردتان متفتحتين. شبه ثلاثة كأن الجنديين أسدين، أقول كأن الجنديين أسدان. ليش؟ لأنها كأن تنصب الأول وترفع الثاني خبرا له. هذا بالنسبة لهذه الجملة. وصلنا أعزائي التلاميذ إلى الإعراب، عندنا آخر سؤال وهو الإعراب ما يأتي. استمع الزائران إلى قصيدتين من الشعر، فأقول استمع فعل ماضي مبني على الفتح، وعندي بعد كلمة الزائران فاعل مرفوع وعلامة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، لأنه مثل إلى عرب جر وقصيدتين اسم مجرور الحرف الجر وعلامة جر في الياء، لأنه مثل من عرب جر، والشعر الشعر اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره بالكسرة الظاهرة في آخر. ثانيا، كانت الطائرة ثاني بسرعتين، كانت فعل ماضي ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر، والتاء تاء التأنيث الساكن. الطائرتان اسم كان مرفوع علامة رفعه الألف، لأنه مثل مسبعتين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه مثنى.
خطط المهندسان مشروعين للبلاد. لكن خطط فعل ماضي المهندسان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. مشروعين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وللبلاد إلا حرف جر، والبلاد اسم مجرور وحرف الجر وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر.